عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني اجتماعا طارئا على خلفية محاولات الاغتيال التي استهدفت رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بمدينة الخرطوم بحري. قال المجلس في بيان له أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية، بالإضافة إلى مراجعة عاجلة من الجهات المختصة لكافة القوانين المتعلقة بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها أسبوعا. صدمة وذهول في الشارع. من يقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء؟ حادثة نجا منها حمدوك ومن معه، وأصيب شرطي في موكبه. لعبوها الناس، فدي كانت قصاد البيت طوالي جنب الباب بتاع بيتنا. فزي الساعة 9:10 تقريبا جاء الموكب بتاع حمدوك ماشي، وانفجرت العبوة الناس فدي، وفجرت معاها البيت كامل جوا، أي حاجة جوا اتهرست. سرعان ما تأثرت شوارع الخرطوم، لا سيما موقع الانفجار الذي شهد تجمعات تندد بالمحاولة. هي محاولة الاغتيال الأولى، فالتاريخ السياسي السوداني لم يشهد محاولات اغتيال تماثل ما شهدته البلاد اليوم. فهل ستكون حادثة معزولة أم أنها مؤشر على دخول ثقافة جديدة في التعامل مع الخصوم السياسيين؟ الشرطة أصدرت بيانا وصف الحادثة بالعمل الدخيلي على البلاد في تلميح لأصابع خارجية وراءه، وأكدت أنها في حالة استنفار قصوى للكشف عما أسمته مخططا إرهابيا يهدف إلى جر البلاد صوب واقع معقد. أما مجلس الوزراء فأصدر بيانا وصف الحادثة بالإرهابية، وقال إن الحكومة ستتعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية وتمضي قدما في تفكيك ركائز النظام القديم. سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمضي قدما في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم. قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة قالت في بيان إن الحادثة تمثل حلقة جديدة من حلقات التآمر على البلاد. وبالمقابل استنكر حزب المؤتمر الشعبي المعارض الحادثة وبعث برسائل سياسية على ضوئها. إن الكيانات الكبيرة التي تطمع في الانتخابات لا تقوم بمثل هذه الأعمال، وإنما يقوم بها أولئك الذين لا يجدون ولا يمكن أن يحصلوا على تفويض شعبي في انتخابات حرة ونزيهة. في انتظار الكشف عن أبعاد الحادثة ومن يقف وراءها، يتأهب الشارع السوداني ويعيد المسرح السياسي ترتيب أوراقه بعد منعطف له ما بعده. شيبة الحمد عبد الرحمن، العربي، الخرطوم. انضم إلينا مشاهدينا من الخرطوم مراسلنا تيجاني خضر. تيجاني أهلا بك. يعني في البداية، هل تكشفت أي أدلة جديدة في مسار التحقيقات، وخاصة عندما كان هناك الحديث وتم توجيه أصابع الاتهام إلى جهات خارجية؟ هذا من جانب. من جانب آخر، تداعيات طبعا محاولة اغتيال حمدوك، وأيضا الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها، هل هناك أي أخبار جديدة حول هذا الموضوع؟ نعم، صباح الخير. حتى هذه اللحظات لا بيان رسمي ولا معلومات عن ما توصلت إليه لجان التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء. ربما في منتصف النهار قد نتحصل على معلومة. الأجهزة العدلية تتكتم تماما عن البوح أو حتى حصولنا على تسريب فيما يخص نتائج هذه التحقيقات. ولكن قراءة سريعة لواقع الساحة الآن، أن بيان النائب العام بالأمس تضمن بعض الإشارات إلى أن في فترة سابقة وليست ببعيدة عن فترة محاولة الاغتيال، كانت السلطات قد ألقت القبض على خلية إرهابية في إحدى الشقق السكنية في الخرطوم تقوم بتصنيع عبوات ناسفة. سبقها أيضا قبل فترة نفس الحدث عن وجود خلية إرهابية أخرى تم القبض عليها ومصادرة الأسلحة والأموال التي تملكها في تلك الشقة. هذه الدلالات من كلام النائب العام ربما إشارة إلى تورط جهات خارجية في محاولة اغتيال رئيس الوزراء. ولكن في الداخل هنا معظم الناس يتحدثون عن تهم مباشرة موجهة إلى أعضاء أفراد النظام السابق باعتبارهم هم أصحاب المصلحة العليا والأولى في تغييب رئيس الوزراء عن المشهد المضطرب الآن.
الكل يعلم أن غياب رئيس الوزراء عن المشهد الآن أو أن إذا ما نجحت هذه المحاولة فإن المشهد في السودان سيرتبك، ربما لن تتفق والحرية التغيير بسهولة على تعيين رئيس وزراء جديد، الرجل لا ينتمي لأي من الأحزاب، تم جلبه من دولة إفريقية ويعمل الأمم المتحدة ليكون رئيسا لوزراء السودان بعد أن توافقت عليه القوى التي لا تتفق بسهولة إطلاقا في السودان. لهذا يعتقد البعض أن تغيبه عن المشهد يسبب ربكة وأزمة كبيرة إضافة إلى الأزمات الاقتصادية الموجودة، وهذا من مصلحتهم. يستحضرون لقاء كان قد أجري مع الصحفي السوداني الكبير الحاج وراق حينما سئل قبل عامين عن لماذا يخلو السودان من تفجيرات إرهابية ومحاولات اغتيال سياسي، قال لأن من يقومون بهذه الأعمال موجودون الآن على السلطة فانتظروا حتى يغادروا لتروا العجب العجاب، ويبدو أن عجاب قد فعل فعله بالأمس. شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا تيجان.